دم النخيل فيلم سوري يثير موجة من الانتقادات، نشاهد التقرير ومن ثم نفتح باب الحوار في ذلك. بعد أن أطلق المخرج السوري نجدة أنزور فيلمه الجديد بعنوان دم النخيل، الذي يأتي من ضمن سلسلة أفلام تحاكي الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من 8 سنوات على الأراضي السورية، عجت وسائل التواصل الاجتماعي معلقة على هذا الفيلم نظرا لما يحمله بحسب المنتقدين له من تمزيق طائفي أو مناطقي للكيان السوري، في حين يرى مناصرو الفيلم أن المخرج نجدة أنزور يعمل بشكل فانتازي وليس توثيقا واقعيا. وبحسب صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري، فإن دم النخيل يوثق سيرة عالم الآثار خالد أسعد الذي أعدمه تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على مدينة تدمر، وتتداخل مشاهد الفيلم بين الماضي ممثلا بملكة تدمر زنوبيا والحاضر ممثلا بالطفل خالد الأسعد عالم الآثار الذي رفض الخروج من المدينة للحفاظ على آثارها من النهب والسرقة غداة سيطرة داعش عليها عام 2015. السياسي اللبناني وليد جنبلاط علق بدوره على الفيلم قائلا في تغريدة على تويتر: وهل يستغرب المرء من أشباه الرجال أن يحتقروا شعبهم بعد أن أبادوا وهجروا وعذبوا معظم الشعب السوري؟ وأضاف جنبلاط: ها هو الحقد وتجاهل النظام الأسدي للدروز في الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش، وها هم يحتقرون الذين قاتلوا معهم، حقدهم أعمى نعرفه جيدا. وعرض الفيلم في دار الأوبرا في دمشق يوم 11 من سبتمبر الجاري، وحضر عرضه التجريبي رئيس النظام السوري بشار الأسد مع عائلته قبل أن تعلن المؤسسة العامة للسينما تأجيل العرض الجماهيري لفيلم دم النخيل، وذلك بعد موجة انتقادات أعقبت العرض التجريبي. وقالت المؤسسة في بيان باسمها واسم المخرج نجدة أنزور: إن القرار جاء بعد الاستماع للآراء والنقد الإيجابي والسلبي بعد العرض التجريبي على الصحفيين وإجراء مؤتمر صحفي لفتح باب النقاش. حول هذا الموضوع معنا من السويد الكاتب السوري عماد نجار. أستاذ عماد، مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. فيلم دم النخيل الذي أثار موجة من الانتقادات، بداية ما هي ملاحظاتكم عليه؟ مساء الخير صديقي عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. الحقيقة طبعا أنت بتعرف أنه العرض كان عرض تجريبي. خاص وعرض تجريبي للنقاد والفنانين المشاركين والمهتمين، وبالتالي لم نتمكن من رؤية الفيلم. ما نعرفه عن القضية التي أثيرت في الحقيقة هو من وسائل الإعلام ومن خلال ما قيل على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى يعني المنابر الإعلامية الأخرى، كما أوضح مثلا نجدة أنزور في لقاء على إحدى المحطات السورية. ولكن المشكلة كمشكلة يعني الفيلم التي تناولها عدد كبير من أبناء طائفة محددة، إن أبناء الطائفة الدرزية، نعم، كان يعني هذا هي المعلومة عنا إياها بدقة. أنا آسف لأنه عم برجع لي صدى صوتي فشوي ولا يهمك. فصديقي، المشكلة إنه في شخصية بالفيلم بتكون من الشباب اللي بالجيش النظامي عم بيقاتلوا بتدمر وبتهجم داعش، وهذه الشخصية المفترض انه بتخاف من الموت ويعني بتطرح موضوع الهرب او الانسحاب، وهذا ما اعترض عليه مجموعة من ابناء الطائفة الدرزية. اسمح لي لوضح نقطتين صغار، او خليهم يكونوا 3 نقاط الحقيقة. النقطة الاولى، وخليني بلش من المهم، لا أدري من المنظر الأخلاقي الذي أقنع السوريين أو نسبة كبيرة منهم أن الخوف على حياتك هو جريمة أنت ترتكب. لا، بالعكس، عندما يكون لابد من أن تموت وهناك فرصة للهرب، أو عندما يكون موتك مجاني وهناك فرصة للهرب، الهروب هو واجب أخلاقي تجاه نفسك وتجاه الأشخاص اللي بيحبوك، وهذا لا يمكن أن يعتبر جريمة. هذا لا يمكن أن يقارن مثلا بالعمالة أو الخيانة أو بيع النفس للعدو.
هي أول نقطة اللي أنا أستغرب إنه غالبية الشعب السوري بعد 8 سنوات من الموت المجاني ما يزال لا يدرك هذه الحقيقة. الأرواح غالية والبشر أهم ما يملكونه أرواحهم، ولأسباب عديدة أهم إنه هناك يعني أهمية الروح للشخص نفسه صحيح. وللناس اللي بيحبوا. النقطة الثانية اللي بدي أقولها يا صديقي، الفن هو أرقى وأسمى حالات الإنتاج البشري. الفن هو من خلق فكرة الله بالدرجة الأولى، عندما كانت فكرة الله فكرة جميلة، ليس الإله الذي يقتل باسمه. الفن هو من أدى إلى التطور العلمي. شطحات الخيال اللي قاموا فيها الفنانين هن اللي نورت العالم فعليا. وأنا بستغرب أنه لحد هذه اللحظة العالم تتعاطى مع الفن كأنه مادة درجة عاشرة على المستوى الاجتماعي. وبالتالي لا أضرب مثال مشان المشاهدين يكونوا عم بيعرفوا تماما عن شو عم بحكي. في فيلم اسمه اختطاف طائرة الرئيس الأمريكي، لم تختطف طائرة الرئيس الأمريكي في يوم من الأيام. في أفلام خيال علمي عم نقاتل فيها كائنات من كواكب أخرى، لم يحدث هذا في يوم من الأيام. ضربت مثال للأصدقاء قبل فترة، واعذرني لأن هذا ما سأقوله الآن هو حقيقة، لا يعني لا أدعيها. هناك عمل درامي يسمى بترجمته العربية اكبح جماحك، وهو عمل مشهور جدا الآن في أمريكا. هناك مشهد في هذا العمل يا صديقي، يدخل بطل العمل ليتبول ويكون آخذ مدر بول. يعني المعذرة لا حياء في العلم. نقطة من البول يعني تصعد إلى صورة للسيد المسيح. لم نرى مشكلة في أمريكا، رغم أن الصورة يعني نحن نتحدث عن قذارة أتت على صورة السيد المسيح، والمسيحيون المؤمنون أصحاب البيت صاروا يقولون إن المسيح يدمع والعمل كوميدي، ولم يعترض أحد. المشكلة أننا نتعاطى مع الفن بطريقة رجعية متخلفة بطريقة كارثية. طيب. الذين اعترضوا باعتقادي لديهم نتر طائفي لا يمكن إخفاؤه. الفن هو في مكان آخر مختلف. طيب أستاذ عماد، أستاذ عماد، إلا إذا عندك سؤال. بس في نقطة ثالثة، بس سؤال سريع قبل ما أنسى. إنه بحسب نجدة أنزور ذاته، كل المسائل التي أثيرت حول فيلم دم النخيل تافهة، وبل وأتفه من التافهة حتى، هكذا ذكر. إذن الصراع الدائر يعني حول هذا الفيلم يضع بجانبه العديد من إشارات الاستفهام والتعجب من قبل المخرج ذاته. أنا رح أقول لك، نجدة أنزور معه حق. كل ما أثير من صراع هو موضوع تافه وموضوع حركه طائفيون. وأنا هنا لا أدافع عن نجدة أنزور، لدي اعتراضات عديدة على سلوك نجدة أنزور وعلى أعمال نجدة أنزور، ولكن أنا أتحدث عن الفن ونزاهة الفن وقداسة الفن. اليوم يا صديقي معظم المعترضين، هي النقطة الثالثة اللي كنت أقولها بتصب بهذا الاتجاه، معظم المعترضين بيقلك أنه لماذا هذا الشخص يتحدث بلهجة أهل السويدة؟ أي لهجة تريدون أن يتحدث هذا الشخص؟ اللهجة البيضاء هي لهجة أهل الشام. لماذا لم يعترض أهل الشام على مئات المسلسلات باللهجة البيضاء التي يتحدث فيها الأشرار باللهجة البيضاء؟ باب الحارة كان فيه شخصية لشخص حلبي يسيء للحلبية بطريقة ليست معقولة إذا بدنا نفكر بنفس المينتاليتي، ولكن هذا فن. أي شخص، نحن الآن لدينا وطن يدعى سوريا، أستطيع أنا كمخرج عندما أرشح الشخصيات أستطيع أن أفترض أن هذا الشخص من السويدة. هل في السويدة بأكملها لا يوجد أشخاص هربوا من الحرب؟ ألا يوجد عملاء من السويدة؟ يعني المؤيدون الذين هاجموا نجدة أنزور، ألا يوجد من يعتبرونه هم عملاء للخارج ولتركيا ولأردوغان ولقطر من رموز المعارضة السورية من الطائفة الدرزية؟ المعارضون ذات الأمر، ألا يوجد من يعتبرونه خائن ومجرم وعميل؟ كيف يمكن أن تؤخذ شخصية في فيلم ويقال إنها أساءت للطائفة؟ أي الطائفة وأي دين هذا الذي يسيء له مجرد أن يتحدث شخص باسم هذه المجموعة؟ بقي موضوع وليد جنبلاط باعتبار حضراتكم يعني أوردتوه في التقرير. وليد جنبلاط حرض على أبناء الطائفة الدرزية من الجيش السوري منذ عام 2012-2013، وقال عليهم أن يقتلوا كل من يقف مع الجيش السوري، ورغم أن وليد جنبلاط مجرم حرب. طيب. سواء كنت اليوم أراه يقف على مسافة جيدة من قضايا الشعب السوري أو لا، هو في ذات نفسه صرح، والفيديو موجود على اليوتيوب، أي شخص يستطيع الوصول إليه، قال نحن مجرمون حرب، قتلنا على الهوية الطائفية في الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن نحن في سوريا لا نريد أن ننزلق لهذا المكان. طيب.
كان على وليد جنبلاط ألا يحرض على أبناء الطائفة. طيب أستاذ عماد، قبل أن يتحدث باسم الطائفة الدرزية، ولا يوجد شخص صديق. طيب. المعذرة آخر بس كلمة سريعا تفضل. لا يوجد شخص يا صديقي على الإطلاق يحق له أن يتحدث باسم طائفة أو باسم مجموعة بشرية. لديه قضية يرفع دعوة أمام القضاء، أما هو بشكل شخصي لا يحق لأحد أن يتحدث باسم مجموعة. طيب حول من أيد ومن عارض هذا الفيلم أستاذ عماد، يعني الشيء بالشيء يذكر، بحسب المناصرين للفيلم يقولون نجدة أنزور يعمل بشكل فانتازي ولا يعكس وثائقي، في حين يرى معارضوه أن العمل يمزق الكيان السوري سواء طائفيا أو مناطقيا. والله لا يمزق الشعب السوري طائفيا أو مناطقيا أو قوميا إلا الراديكاليون الذين ينصبون أنفسهم حماة، ناس للسنة وناس للشيعة وناس للعلويين وناس للدروز وناس للعرب وناس للكرد. الفن يا صديقي يختلف عن النشرة الأخبارية ويختلف عن التوثيق كما قال بعض مؤيدو العمل، ولكن لماذا يختلف؟ لأنه ويا صديقي عند لو كانت هذه الشخصية هي وثائقيا ومذكورة بالاسم الصريح كشخص استشهد في تدمر، لنفترض جدلا يستطيع أي عامل في الفن أن يتخيل ما حدث مع هذه الشخصية بطريقتي. عندما يسيء لهذه الشخصية على سبيل المثال في حال كانت الشخصية توثيقية، عندما يسيء المفوضون بالحديث باسم هذا الشهيد يعني عائلته بيقدروا يرفعوا دعوة ويثبتوا أنه هذا الفيلم شوه صورة ابنهم. أما فيلم درامي فيه شخصيات افتراضية لا يوجد سوى شخصية خالد الأسعد بالاسم الصريح الحقيقة وزنوبيا طبعا، بس عم بحكي الحكاية مفروض افتراضية، الفيلم ما هو وثائقي. وبرجع للنقطة الأولى اللي هي أهم شيء، يا أخي مين هذا اللي عم بينظر أخلاقيا للشعب السوري وبيقول لهم أنه نحن كلنا بنروح ومنواجه الموت؟ لا سيدي ما كلنا منواجه الموت، لا سيدي في 8 ملايين سوري هربوا من الأراضي السورية من أماكن سيطرة المعارضة ومن أماكن سيطرة السلطة لأنهم لا يريدون أن يموتوا ولا يريد أبنائهم أن يموتوا. مين هذا اللي بيعتبر هدول مجرمين؟ أهل السويدة نفسهم عندما هجمت داعش، نعم هناك مئات الشباب الأبطال وهناك العجائز الذين واجهوا داعش وهذا يرفع الرأس، ولكن هل نستطيع أن نلوم شخص مثلا التفت لقى حوالين بيته 500 داعشي وهو ما عنده غير بارودة وقرر أنه يهرب؟ نقدر نقول عنه مجرم؟ هل هذه إساءة له؟ طيب. المشكلة أن الفن ينبغي أن يكون أرقى من أن يحاكمه سفهاء على وسائل التواصل الاجتماعي وأشباه مثقفين يدعون أنهم صحفيون. الطوائف التي يدمرها انتقاد هي ينبغي أن لا تكون موجودة، والأديان التي يمكن أن يدمرها انتقاد ينبغي أن لا تكون موجودة. الله ليس بحاجة لمن يحميه إن كان موجودا، والطوائف ليست بحاجة لمن يحميها لو كانت قائمة على أساس منطقي وأخلاقي وعقلاني واجتماعي وإنساني. بقيت معي دقيقة أستاذ عماد، برأيكم في نهاية المطاف هل هناك أو هل ثمة أي إساءة مقصودة من خلال الفيلم برأيكم لأي من المكونات السورية من الموضوع يعني لا يعد مجرد تمثيل؟ شوف يا صديقي، حكما لا يوجد إساءة مقصودة. كاتبت الفيلم ديانا كمال الدين من الطائفة الدرزية، هي من أبناء المدينة نفسها حتى، لا وهي من الطائفة الدرزية ومن المدينة نفسها. صحيح. الممثل الذي أدى الشخصية هو من أبناء الطائفة. لا يمكن أن يكون هناك إساءة مقصودة على الإطلاق من خلال هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه يعني برأيي أنا الشخصي أنه مجرد توجيه الاتهام عبر لهجة شخصية هذه مشكلة. المشكلة في عقلية من ينصب نفسه مدافعا عن طائفة أو من يقول أنا بالنسبة إلي لدي مشكلة مع كل من يعلي شأن طائفته أو شأن قوميته أو شأن منطقته على حساب الوطن السوري. علينا أن نكون سوريين بالدرجة الأولى وأن نتعاطى بالشأن السوري من هذا الباب. نقطة أخيرة ولو بعشرين ثانية صديقي، وباختصار شديد، سوريا فيها كل هذه اللغات. عندما نتحدث عن مشكلة حدثت في طائفة معينة تستطيع أن تقول هل أنصفنا الطائفة أم لا، أما عندما نتحدث عن الوطن السوري من الطبيعي كما أسلفت أن يتحدث شخص بالحلبي أو باللاذقاني أو بالحمصي أو بالكردي حتى إذا كان في لحظة بيحكي كردي. هذا لا يمكن أن تقول إنه إساءة للطائفة إلا في حال كان في تشويه كلي
تم تعميم على مجموعة، كأن مثلا يقال الأكراد خوني بمسلسل تلفزيوني، هذا الكلام بالأكيد إساءة إلى الأكراد. كان يقال الدروز مثلا خوني، مصبوط، هذا يعتبر إساءة لأنه فيه تعميم. أما حالة فردية لا يمكن أن يعتبر إساءة شخصية حتى لو كانت مقصودة، ليس فيها مشكلة. شكرا جزيلا لكم من السويد الكاتب السوري عماد نجار. فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح ملف الأخير لحديث اليوم، أرجو أن تبقوا معنا.